بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر للعلماء اعلاما وثبت لهم على الطريق المستقيم اقداما وجعل مقام العلم اعلى مقاما واودع العارفين وطائف سره فهم اهل المحاضرة والالهاما وذاق المحبين لذة قربه وانسه فشغلهم عن جميع الانام وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا خير من دفن بالقاع اعظمه فطاب بطيبهن القاع والاكم نفسي فداؤك لقبر انت ساكنه فيه العفاف والجود والكرم واجمل منك لم ترقته عيني واحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ايها الاخوه المؤمنون مره اخرى من الصراط المقام المغفور له باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله. عود كريم مبارك مع دستور الارض والسماء معجزه الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القران الكريم تلاوه قرانيه مباركه يتلوها على مسامع حضراتكم قاري جمهوريه مصر العربيه وقاري الاذاعه المصريه والدول العربيه والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ خضر احمد مصطفى القارئ نقيب القراء بمحافظة المنوفية وقارئ مسجد العارف بالله سيدي شبه مدينة الشهداء والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية ندعو له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ وكذلك أوحينا
وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير لجعلهم أمة واحدة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو لجعلهم أمة واحدة
والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم Yeah.
ذلكم الله ربي ذلكم وما اختلفتم فيه من شيء وما اختلفتم فيه من شيء
الله ربي ذلكم الله ربي فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Thank you.
إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. منها خلقناكم للاجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والاضطراب ومنها نخرجكم تارة اخرى للاجر وللحساب. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام العلوم وبحر الوفا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول خلق الله عند الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ما أجمل أن يلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وما أجمل قول القائل ذهى النور لما تجلت آية الهدى وأدت زهور السعد خلا موردا تردد أنغاما ولحنا مخلدا وغنى بها رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن التلاوة منشد تعجب العندليب منه فغرضا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تمجيدا للنبي محمدا. وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في كل مكان من أرض الله عشنا مع طيب القلوب ودوائها وجلاء الصدور وشفائها عشنا مع الهدى والنور عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل عشنا مع القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها على ما سامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والدول العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى القارئ نقيب القراء بمحافظة المنوفية وقارئ مسجد العارف بالله سيدي شبلي بمدينة الشهداء والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية. كان معكم عبر أسير موجات إذاعتنا الصوتية والإنارة الكاشفة البيضاء لصاحبها الحاج خيري طعيمة وأولاده المحل الأول بكفر فيشا. أما معرض الفراشة وقصر من قصور الضيافة لصاحبه الحاج شعبان مذكور المقيم بمنشأة السلطان بالاشتراك مع الخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر محمد شفيق المقيم بفيشا الصغرى. أما عن مخرج الحفلات الدينية إدارة المهندس محمود طعيمة المقيم بشوشاي. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.